التداعيات الاقتصاديه للازمه للحرب، الازمه الاقتصاديه العالميه وازمه التضخم خرجت من رحمين الكوفيد 19 والحرب الروسيه الاوكرانيه، وكلاهما اختلط بالاخر واصبحت الامور بقى عندي موجه تضخميه او اعصار تضخمي العالم كله بيحاول يتخلص منه ويحاول يمتصه عن طريق سياسات محليه مختلفه. واحنا في مصر تقريبا كنا متاثرين زي الدكتور عبد المنعم قال تاثر شديد، وكان في تساؤل هل لو كان في دولتين في امريكا الجنوبيه في حاله حرب هل هيؤثر عليها بنفس الطريقه؟ الاجابه لا، لانه خصوصيه روسيا اوكرانيا بالنسبه لمصر سياحيا والقمح اللي بجيبه منهم والاسمده وسلاسل الامداد والموقع الجغرافي حكم علينا كلنا ان احنا نتحمل فاتوره مرتفعه. السؤال اقتصاديا بقى يعني الاستاذ هاني والدكتور حسين يعني اتباعا عايزين نعرف تقييم سريع للفاتوره. الدكتور عبد المنعم قال ارقام مفزعه على الخسائر اللي تكبدها العالم من جراء الحرب ومصر، واحنا رايحين فين؟ ولو استمرت الحرب زي ما بيقولوا الخبراء لمده سنه تاني او سنتين تاني هنعمل ايه او العالم المفروض يعمل ايه؟ الدكتور عبد المنعم حط ايده على النقطه قال احنا اتعلمنا الدرس عشان نعتمد راسنا افقيا على نفسنا في الزراعه والصناعه وغيره. شايفين الملف ازاي دكتور سامي؟ زي حضرتك قلت الحرب يعني اثرت تاثير كبير جدا على الاقتصاد العالمي واثرت على ازدهار العالم ككل. سنه من الحرب القت بظلال كثيفه على النمو الاقتصادي، وايضا تسببت في موجه هائله من التضخم، وخصوصا انها اتت بعد يعني سنه يعني فتره ازمه الفيروس كورونا، واللي كان العالم لسه لم يتعافى منها، والحرب يعني اثرت على خطط تعافي الدول الاوروبيه وايضا باقي دول العالم على التعافي من تبعات فيروس كورونا. طيب الحرب دي يعني ايه هي اكثر الدول المتاثره بتبعات هذه الحرب؟ هو بالتالي يعتقد ان الدول الاوروبيه القاره الاوروبيه ككل من اكثر المتاثرين بتداعيات اوروبا بتداعيات الحرب الروسيه في اوكرانيا، خصوصا ان اوروبا تحتاج الى امدادات الطاقه من روسيا، وروسيا تنتج حوالي 10% من الطاقه عالميا و17% من الغاز امدادات الغاز. كل هذا جعل الدول الأوروبية قلقة من فرض العقوبات على روسيا لأنها تحتاج إلى الطاقة، ونظرا لمشكلة الطاقة والإمدادات الطاقة تأثرت أوروبا وهي هي دول منتجة وتأثر الإنتاج، وهذا ألقى بالتالي بتبعات على الدول المستوردة من القارة الأوروبية بما فيهم مصر. روسيا وأوكرانيا سلة الغذاء في العالم، فهم ينتجوا تقريبا 25% من إنتاج القمح عالميا، وأيضا من أكبر الدول المنتجة للأعلاف للماشية والدواجن، وهذا انعكس بالتالي على دول العالم كلها في أسعار اللحوم عالميا، لأنهم الدول العالم تستورد بكثافة من روسيا وأوكرانيا. يعني نحن في مصر يعني كنا أكثر انكشافا على هذه الحرب، وكما ذكرت إذا قامت حرب في أمريكا الجنوبية هل تتأثر مصر بهذه الحرب؟ ولماذا يسأل رجل الشارع دولتين في أوروبا بينهم نزاع عسكري، لماذا نعاني نحن في مصر من تبعات هذه الحرب؟ يعني السياحة الروسية والأوكرانية كانت تمثل شريان كبير أو من روافد السياحة الواردة إلى مصر، وتأثرت كثيرا هذه السياحة الوافدة من روسيا، وأيضا إمدادات القمح والأعلاف تأثرت، وبصفة عامة أيضا كل العالم تأثر بما فيهم مصر من ارتفاع أسعار الطاقة.
ما هو التأثير على الأسر المصرية؟ وهذا ما يهم رجل الشارع ويهمنا جميعا. هناك دراسة قامت بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسر المصرية. يعني أنا هنا لخصت يمكن 4 نقاط سريعة في من هذه الدراسة. يعني الدراسة بتقول أن 37% من الأسر المصرية انخفض دخولها، دخل الأسر المصرية انخفض في شريحة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وده بسبب التعطل عن العمل. الناس يعني فقدوا وظائفهم، وأيضا في شريحة من المواطنين خفض رواتبهم، وأيضا توقفت بعض المشروعات بصفة مؤقتة. أيضا انخفض استهلاك 74% من الأسر المصرية استهلاكها من السلع الغذائية، و 90% من الأسر أقل استهلاكها من البروتينيات. طبعا هنا في مؤشر يعني الواحد برضو لازم يعني يلقي الضوء عليه، يعني البروتينيات وهي مصدر هام في التغذية والصحة وبناء الأبدان. إذا استأثر هذا الاستهلاك يعني على يعني هيكون أثره إيه على المواطن المصري وعلى العمال اللي هم محتاجين طاقة، على الطلاب اللي هم محتاجين طاقة ذهنية للتفكير وللعمل، فهذا مؤشر يعني خطير. طب معلش هضطر عشان احنا قلنا الرأي العام والناس والأسر، ودخلنا بقى في الشارع، فأنا الشارع أنا هتكلم. هيقول لك إذا كانت روسيا وأوكرانيا متأثروش زيك، ترد عليهم تقول لهم إيه؟ أوكرانيا اتبهدلت خالص. يعني المواطن معلش روسيا وأوكرانيا ما تأثروش، روسيا داخل روسيا عمرو ممكن تشاركنا الحوار، إنه اتأثرنا كدولة، اتأثرنا في سلاسل الإمداد، اتأثرنا في السياحة، اتأثرنا في الفجوة التضخمية، ده تأثير عالمي أثر عليا، فالحكومة المفروض بتاخد إجراءات وحاجات استباقية وحاجات دفاعية وغيره إلى آخره، في تأثير طبعا، لكن أنا مش عايز ألقي بكل التبعات على الحرب الروسية الأوكرانية. ويمكن بس يعني لا أنا طبعا برضه وده اللي قاله موديز، وده اللي قاله يعني تقرير موديز الأخير، قالت إن المشاكل الحاصلة في الاقتصاد المصري لا يمكن نسبها بالكامل أو بنسبة كبيرة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.